حكينا عن رمين ببداية صباحنا أنه اليوم عنا شيء هيك له علاقة مو بس بالطاقة، له كمان علاقة بطاقة الجسم، يمكن الرياضة اللي هي طاقة بتمنحنا دفاعية. تماما، بتمنحنا القوة، بتمنحنا الثقة بالنفس. الكيك بوكسينج اللي هي مزيج من لعبة الرياضة مع أناقة في فن وفنون الدفاع عن النفس، بيمارسها الرجال، النساء، الأطفال. وبالسنوات الأخيرة تطورت رياضة الكيك بوكسينج كرياضة تنافسية جنبا إلى جنب مع كونها آلية للدفاع عن النفس. رح نتعرف عليها أكثر مع ضيفنا لليوم الكوتش أمير بيضة. يسعد صباحك كوتش، أهلا صباحك وسهلا يا رب، فيك. يسعد يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. كل عام وانتم بخير وجيشنا وقائدنا بألف خير يا رب. وانت بألف خير يا رب. تسلمي. يعني عم نحكي على الكيك بوكسينج، تمام. كنا عم نحكي طاقة، عم نحكي عفوا من الرياضات الطاقية الدفاعية. خلينا نعرف المشاهدين على شو بتعتمد، شو هي اللعبة؟ الكيك بوكسين هي لعبة تعتمد على القتال بالأرجل بالإضافة إلى الملاكمة التقليدية. هلأ هي ما لها اتحاد ثابت، هي تمارست في أكثر من دولة بالعالم، انتشرت أكثر شيء بالبداية بدول شرق آسيا، بعدين تطورت اللعبة وانشهرت وصارت بلشت بالولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأوروبا. ف بعدين هي اللعبة قانونها قريب كثير على قوانين لعبة الملاكمة البوكسينج التقليدية. بعدين بلشت تفوت لعنا من شي 10 سنين على سوريا، فبلشت هي الرياضة تشتهر أكثر عنا ولقيت رواج وحب من اللاعبين ومن العالم بشكل عام وجميع المحافظات تقريبا. هلأ هي بعدين تطورت هي اللعبة لتصير هي للتفريغ طاقة سلبية، يعني مو بس هي مثل الملاكمة انه فيكي انت تشاركي ببطولات، هي ممكن تكون بس هي للشخص للياقته، يعني فيه مثلا لياقة بدنية، تفريغ طاقة، تحرق سعرات حرارية، تجميلي، حرارية، شيء تجميلي للجسم، تجميلي طبيعي يعني. ايه وبعد فترة صار انه العالم يعني تستهويها اكثر من باقي الرياضات، لانه يعني فعلا اللي بيشارك فيها وبيجربها بيتعلق فيها منيح. طيب امير، خلينا نحكي شوي اليوم الاشخاص اللي عم بيتابعونا عفوا ويمكن يكونوا ما بيعرفوا هاي الرياضه، حكينا انه هي دمج بين الدفاع عن النفس مع يمكن التمارين الرياضيه العاديه، وقلنا معلومه كثير مهمه انه هي للرجال، للنساء، للاطفال. طبعا عاده الرياضات الدفاعيه بتكون اكثر للرجال من النساء او الاطفال. خلينا نحكي شوي كيف هي صارت بهي الطريقة وليش هي بتناسب جميع الأجسام، إذا فينا نقول الطفل والمرأة، شو الخواص اللي بتعطيها هي القوة وبتخليها هيك تكون سهلة للكل، الكل يقدر يتعلمها. الدرجة الأولى هي بتعطي الثقة بالنفس، فلما يكون الطفل عم يبلش فيها هي الرياضة بشكل عام لما بتتطور عند الإنسان بصير عنده ثقة بحاله، بصير حتى دراسته بتتغير، أفعاله كلها نظام بتتغير، نظام حياته هو يعني بيقلب الواحد كل حياته وقت يفوت بلش رياضة، خصوصي إذا كانت لعبة قتالية لأنه تفرغ طاقة كتير، بصير الواحد هادي بحياته الاجتماعية، انفعالاته بتفشش بالرياضة، بتفشش بالرياضة لأنه بصير حتى انفعالاته أطباعه مع العالم تتغير، ما بيكون منفعل بأي شيء بصير قدامه، بصير بيفكر أكثر، بصير يعني أفعاله، ردود أفعاله مدروسة أكثر. صح، هون نحن عم نحكي عن إيجابيات اللعبة. عن إيجابياتها، هي 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 الكيك بوكسين إيجابياتها هي بتعمل يعني بتعمل تنقية للرئتين، بتقوي القلب، بتقوي العمود الفقري بشكل فظيع طبعا، لأنه هي في تمارين فيها كثير ستريتشنج يعني. بعدين تطورت للصبايا، صارت شيء نحت تجميل للجسم وشد طبيعي. بعدين الشباب فيها جهد وقوة بدنية، يعني مثلا كلاسات الصبايا شيء، كلاسات الشباب شيء، يعني كل حدا بيطلب شيء معين، ما فينا يعني
يعني الشاب بده قوة بدنية، بده بوكسينج، ضرب كذا. الصبية بتجي بتحب انه بدي اعمل انا مثلا افساخ، بدي انحت جسمي، شده. يمكن بتفكر انه هي صعبة عليها يمكن، او فيها حركات ما بتقدر طبيعتها هي بنت انثوية. المعلومة غلط، انه هلا هي بتفكر انه انا بدي اعمل الشيء اللي عم شوفه على التلفزيون، فود فايت مثلا مع حدا بده ينزل دم، بده ياكل اكله، تمام، بده يروح اظافيري. هي اكثر شغله بعاني منها انا، انه اظافيري عازلينك كثير البنات. تماما، عم نشوف كثير فنانين، حتى بدنا نقول هيك فنانات صغار عم ينزلوا صور على السوشيال ميديا، عم يلعبوا بهي اللعبه. يمكن عم تبلش هيك تلاقي رواج يعني عند البنات اكثر. ايه هلا فنانه جيني اسبير صرنا عم نشتغل اكثر من سنتين، استاذ معتصم سنه تقريبا. بوجه لهم تحيه اكيد كلهم، يسعد صباحكم. طبعا خلال التحضير لمسلسل 5.5 حضرنا تقريبا 7 شهور انا واستاذ معتصم، كان اخذ يعني دور. كان شخصيه بودي بيلدينج طبعا، بده يكون عنده بجسمه في لياقه، في 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 قوه، في يعني بده يعني يجرب يتطبع بهي اللعبه لحتى يخوض الدور، حتى تكون شخصيته ما بيقولوا دارسها صح يعني. طبعا في، لانه كل دور بيختلف، لانه في فنانين كثير وقت يكون عندهم ادوار يعني بيكونوا بدهم يفوتوا بصلب الشخصيه. فهو يعني اول شيء عذبني طبعا، انزل استنى ساعه، بعدين لا قلبت الحكايه، صرت انزل لاقي محمي ومجهز حاله. ايه تماما. امير، يمكن قبل ما نروح للموجز بدنا نحكي اكثر عن هاي الرياضه، خلينا نحكي نصائح منك للاشخاص اللي بدهم يتبعوها، يمكن ممارسات خاطئه عم بيسووها، النظام الغذائي. تفضل. هلا منبلش اول بالممارسات الغالطه. الممارسات الغالطه هي بتبلش لما انا ببلش لحالي. اهم شغله خصوصي للعمر الصغير او للمبتدئ انه يكون في كوتش برايفت معه، يكون فوق راسه لو اول شهر شهرين بس، لحتى يبلش الممارسه العقليه، تبلش انه تاخذ فكره عامه عن الرياضه بالبادي بيلدينج او بالكيك بوكسين. يعني خصوصا انه في ناس اذا شافت على النت او حتى تماما شافت يمكن لوحده ممكن تعمل حركه غلط، ممكن تاذي جسمها. في كثير ناس بيصير معهم تمزق اربطه من الرياضه، انه انت رايح تلعب رياضه مرضت، كيف صارت هي؟ يمكن هي من هذا الموضوع اللي انت عم تحكي عنه. ايه لانه في عالم يعني ما بتكون مو دارسه القصه، فبتفوت بتحب انه تحاول انه تجرب او كذا. هو يعني منيح، بس يعني بالبدايه لازم انا اكون اول عندي الاساسيات مشان انا يصير مخي عنده ذاكره عضليه. او حتى بالكيك بوكسين باي رياضه معينه لازم لما بلش يكون معي كوتش متخصص انا، مشان اول ما بلش فهمني على الاصابات، على الحركه الصح، على الحركه الغلط. وبالنسبة للتغذية، هلا التغذية والرياضة هن وجهين لعملة واحدة. يعني أنا لما بدي ألعب رياضة لازم يكون عندي نظام غذائي لحتى يكون عندي جسم سليم ونشيط. يعني هلا دراسات اليوم بتقول إنه الجسم الصحي القليل الدهون فيه هو الجسم يلي هو 30% جهد بدني و70% هو غذاء صحي. لهيك نحن دائما بنحذر وبننصح اللاعبين بانه بتنظيم البرنامج الغذائي، لانه يعني البرنامج الغذائي اساس للرياضه. انا لانه لما اكون عم بلعب رياضه بدي، حتى لو ما عم بلعب رياضه لازم انا يكون عندي برنامجي الغذائي الصحي اللي بيناسبني. يعني لازم يكون عندي كمية من البروتين تفوت لجسمي، كمية من الفيتامينات. هذا نقول عنه تنشيف الجسم يمكن؟ لا مو تنشيف غيره. الجسم أنا لازم كل يوم يكون عندي يعني معيار معين للفيتامين، للبروتين اللي بفوت لجسمي، كمية قليلة من الدهون والسكر. تنشيف الجسم هي مرحلة متقدمة جدا، كميات منخفضة متوسطة الكربوهيدرات حسب حاجة الجسم. نعم. يلي بيحتاجه الجسم. فأنا ما فيني يعني هلا وكمان البرامج الغذائيه في كثير عالم ممكن تقول انه انا مثلا يعطيني برنامج غذائي، مثلا رفيقي عنده برنامج انا اخذ البرنامج تبعه، هو هذا الشيء غلط. نعم. كل جسم بيحتاج شيء معين. أكيد. كميات معينه. الاخطاء تطول يمكن، والممارسات الخاطئه تطول. رح نضوي قصه كمان على هاي الرياضه مره ثانيه اكيد. صح. معك بدنا نشكرك كثير. يعني انا من الاشخاص رح يسجلوا عشان نفرغ هاي الطاقه السلبيه. شكرا لك كوتش امير عبيده على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. صباحك رياضه وتفاؤل وطاقه. شكرا لك. شكرا لك.